اللي كلها كانت موائد الرحمن، كلها كان اكل مختلف مضطرب. كاين البعض اللي صراحه ما كيخش احتياطات ديالو، نقولوها بصراحه، بانوا بعض المضاعفات، بانوا بعض الاعراض، ومن بين هاد الاعراض كيبانوا بطبيعه الحال اضطرابات الجهاز الهضمي الشائع اللي كنا كنعانيو منها. كاين اللي تيقول لك كثرت عليا الحرقه، كاين اللي تيقول لك ولا عندي عسر الهضم، انتفاخ، غازات، امساك، ولائحه طويله بطبيعه الحال. وانا ماشي اهل اختصاص اكيد دكتور، مشكور دكتور زيان حاضر معنا في حلقتنا ديال اليوم، اختصاصي في الامراض الجهاز الهضمي، اللي غادي نحاولوا نجسوا النبض اليوم بعد 18 يوم من شهر الفضيل رمضان في غادي الامور. يمكن هو اللي عنده ياك البوصله غادي يقول لنا اش وقع، لانه الناس كتجي كدير تشخيص، الناس كتحس باعراض ربما ما كانش عندها سابقة مرضية من قبل، حتى يلاه تصادفوتي يقولك ما عمري ما حسيت بحرقة المعدة، عمري ما حسيت بمشاكل ديال الجهاز الهضمي، حتى ولاو كيحسوا بالالم بالمعاناة. وهادشي واش غادي يستمر فقط غير في شهر الفضيل ولا غيبقى معاهم حتى من بعد شهر الفضيل وغيضطروا ياخذوا ادوية وعلاجات؟ اذا هذا هو موضوع حلقتنا بعجالة عجالة، ولكن التفاصيل غادي تكون تباعاً بعد ما نقولوا صباح الخير ونشكروا على حضور معنا كيف العادة. دكتور صباح النور. صباح النور ورمضان كريم وندخلوا عليكم بالصحة والعافية ان شاء الله نوصلوا رمضانات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. الحمد لله دكتور، هاد سنه مع امطار الخير، جابت الخير وامطار الرحمه يا ربي. الحمد لله الحمد لله. ودائما تنقولوا تواخي الحيطه والحضر، الله يكثر خيركم اللي كتسمعونا في بعض المناطق والمدن اللي شويه كاينه ياك علامات انذاريه، فياخذوا الاحتياطات خصوصا من الرياح القويه. دكتور غادي نركزوا شويه على المعده، الباب يعني الجهاز الهضمي اش طاري فيه في الصيام. كنقولوا انه الصيام مريح مزيان، ولكن احنا ما تناخذوش بالطريقه الصحيه اللي خصها تكون، باش يكونوا صحيين. باش يكون مريح خص تكون عندك معده مزيانه ويكون عندك نظام غذائي مزيان. الا ما عندكش هادو جوج ضروري غتلقى صعوبات. دونك بحال دابا كيجي رمضان، هذاك المتغير اللي كنعيشوه كاملين، كندوزو من واحد جوج ثلاثه الوجبات في النهار لواحد المده ديال 16 ساعه بدون اكل، هنا كيوقع دي شونجمون ماشي طبيعيين في الداز ديالنا، حيت ما كنكونوش مولفينهم بزاف. اذا اللي سلك رمضان بدون مشاكل، هنا كتعرفوا راه هذاك التاقلم ديال المعده ديالو ديال الجهاز الهضمي كيدوز بسلام، يعني كتلقى عنده الامور طبيعيه. وكاين الناس اللي كيكون عندهم بعض الامراض وما كيردوش لهم البال، غير كيبدا رمضان الصيام نهار الاول نهار الثاني كيبان لعيب. كيفيق عليهم. كيفيق عليهم. هاد الناس هادو كيضطروا في هاد المده هادي باش يزوروا الطبيب، كيلقاو التشخيص ديال شي مرض، غيكمل الصيام ديالو داكشي بالنقاش مع الطبيب ديالو واش غيكمل الصيام ولا لا، وغالبا غيكمل، لان هاد الاضطرابات واحد نهار يومين وكتصلح الامور كتولي طبيعيه. غير النصيحه اللي كنعطيو لهاد الناس هادو، تعذبتي في هاد رمضان ما خصكش تعذب في رمضان الجاي. صح، هذا الكلام اللي كنت نقلب عليه، يعني بعد معاناه، يعني بعد معاناه. انا كنقول لك هاد اي واحد كان عنده شي مشكل في رمضان، خص رمضان ديال العام الجاي لا طول الله العمر خص يرد له البال ويمشي يمشي يعني الطبيب ديالو قبل رمضان، ما يتسناش يجي رمضان عاد باش يبدا عاوتاني يفهم محنه اخرى بحال اللي وقع له هذا العام. هذا هو الجانب اللي كنركزوا عليه بزاف. وايضا النقطه اللي كيكون اشخاص كيقول لك انا سليم الحمد لله، معدتي مزيانه صحيحه اللي كتوكل، انا ما عنديش مشكل ياك، فبعد ربما الفطور يعني بعد رفع اذان المغرب كتولي خليتيها في الكميه الكثيره اللي كتوصل للمعده، ذاك الافراط في الاكل في الشيوات وفي الخلط حتى في المكونات اللي ما كتنساش مع بعضياتها، اللي تيفيق عليها او كيعطي بعض المعاناه والاضرار. هو ما عمره ما كان عارف راسه عنده مشكل ما غير في رمضان، لانه خربق، لانه ما كلاش مزيان، لانه ما نظمش، ما خلاش فترات المعده انها تاخذ حقها في الهضم. هذوك لقاو كذلك واحد النوع من الناس. دابا في رمضان هذا هو المشكل ديالو، هو كان كتولي ديك الشهوه ديال الاكل مع صمتي واحد المده، دونك يكون فيك الجوع وكتخلط عليك. دابا هذيك بحال قلتي واحد التربيه ديال النفس، هذاك الاكل الا تعودتي على شي حاجه منظمه مقاده راه ما غيكونش عندك اشكال، ولكن الا مشيتي في الافراط وكتبع المعده، لان دابا اش كيوقع المعده كتكون خاويه، ملي كنبداو ناكلو راه من حدك كتعطيها الماكله وهي كتقبل. فين غيوقع لي الاشكال؟ بحال شي كيس وكتعمرو. الله يرضي عليك. كتقول لك هذا المزيد. فين غيوقع لي الاشكال؟ غيوقع لي الاشكال في عمليه الهضم اللي غتبع من بعد. الا عمرتيها بزاف وما احترمتيش ديك القاعده ديال التلوث التلوث التلوث، الا ما احترمتيهاش راه غتكرفص من بعد، يعني لو العمليه الهضم غتخصها تستغرق عندك ساعتين راه غتبقى الليل كامل وانت ما مرتاحش، ما تقدش تجبد، كرشك غتنفخ، كتقرا، الحرقه غتبدا تطلع عليك،
اضطر بعد الخطره تمشي كاع التقيه باش تخوي ديك المعده ديالك وكتبدا في هذا. اذا هنا كنمشيو دائما بالفكره ديال ما نشبعش وما نخلطش وسيرتو ما نزربش في الماكله ديالي. ما نزربش في الماكله ديالي، برافو عليك. هادو نقاط مهمه تيوقعونا كاملين، هما الريفلكس اللي خصنا نحترمو. صح، التغييرات في رمضان الا جينا جمعه دكتور زين شنو تيقدر يوقع؟ لانه الصوم كنعرفوا هو صوم صحي بالنسبه للذات ديالنا كلها، ولكن الفائده به كنتفاجئوا انه بعض الناس الصيام كيولي عندهم فيه ضرر، فيه مشكل، فيه معاناه كيف ما شرنا. شنو التغييرات اللي كتقدر توقع في رمضان خصوصا بعد الافطار؟ خصنا نهضروا عليهم من قبل الافطار، باسكو من قبل الافطار اش كيوقع لك؟ انت دابا كتكون مولف كتغدى مثلا في الوحده، كتكون مولف كتفطر في الصباح مع 8 ولا 7 الصباح، المعده ديالك ولا الجهاز الهضمي ديالك كيكون عنده واحد التعود على ذاك الوقت باش كيخرج الافرازات ديالو. كتجي رمضان، ملي كتجي رمضان كتحبس عليه ذاك الشيء. دابا كيجي هو في الصباح معود على 8 الصباح مثلا انت غتفطر، كيبدا هو كيفرز ذوك الافرازات ديالو. الا ما عطيتيش الماكله في ذاك الوقت هذوك الافرازات كيبقاو محطوطين تما، كيبداو كيتخلطوا، كيتزاد الكميه ديال الا زدنا عليهم ديال 12 وكتولي عندك حموضه كثيره. داكشي علاش الاغلبيه كتلقاه مع ديك 12 كتلقاه بدا كيسخف، بدا كيلوى. وكاين اللي في العشيه مع الاربعه الخمسه ديال العشيه كتلقاه تزير بزاف. علاش؟ لان الحموضه طلعت له كثيره. دونك هادو هاد الناس هادو كيخص يكون عندهم استشاره مع الطبيب ديالهم باش كيعاونوا بادويه على داك باش نتاقلم مع الصيام في الايام الاولى. دونك هاد الناس هادو راه ضروري خصي تكون عندهم زياره للطبيب باش يتاكد بان ما كاينش شي خلل ولا شي مرض عضوي صعيب اللي بعدا كيمنعوا من الصيام. ثانيا مثلا تقدر تلقى مراره مريضه هو ما كانش عارفها، تلقى مثلا قرحه ديال المعده وكان خص يداويها قبل الصيام. بزاف ديال الامراض الخفيه اللي ما كانش ظاهره، هادو امراض خفيه اللي ما كنكونوش عارفينهم. كتجي فتره ديال الصيام يعني كيبين لك داك العيب اللي كاين. علاش انا كنقول لك اي واحد صام مزيان عرف راه المعده ديالو الجهاز الهضمي ديالو راه مزيان ما فيش خلل. طيب دكتور، غادي نذكروا فقط غير بالارقام مستمعينا الاعزاء اللي حابين يتواصلوا مباشره مع الدكتور ديالنا. مشكور على حضوره معنا في حلقتنا ديال اليوم. صراحه كان ولا بد منا ان نشوفوا الجهاز الهضمي في غادي الامور ديالو، بحكم انه خليتيها انت البوصله اللي كتشوف بزاف ديال الناس تيجيو استشارات، تيجيو زيارات عندك في العياده. ومع الاسف شفنا حالات استعجاليه. يعني احنا نتكلموا على هذه الحالات دكتور بعد ما سريع. عندك غير بالارقام الناس اللي حابه ان تستشر معك، ربما اكيد لما تنقولوا هذه الاعراض فهي شامل عدد من الناس كيعانيوا من الحرقه، من يعني من الامساك خصوصا الامساك الحاد، من انتفاخ في البطن، من صعوبه الصيام في فتره الصباح الاولى. تيقول لك عطي راه واحد الحموضه ما داز ذاك الصباح تبغي تنحمق. يعني هادو كلهم اعراض خصنا نعرفوا الاسباب ديالها. نفهموهم منين جايه. 05 22 31 33 33 او الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00 او الرقم الثاني بتبع الحل اللي هو رقم الواتساب اللي بامكانكم انكم تفاعلوا من خلاله 06 2000 4004. دكتور غادي نشوف العامل ديال السن. يعني تقول لك ما كتوكل غير الصحه، هذه مقوله شهيره عندنا. انا كنكون واحد باقي صغير هذه تناقش تناقش ياك. فبصح انه ملي كتكبر في السن كيوليو مشاكل الجهاز الهضمي كتكثر ولا ما كاينش؟ لا ما كنظنش، لان كيكون هو الذات كتكون كلها مرهقه، الذات كلها كتكون مرهقه. دونك ما كتبقاش ديك القوه ديال، لان الانسان فاش كيكون صغير كيكون كيتحرك كيكون كيحرق، يعني انت كتستهلك ولكن في نفس الوقت راه كتخرج كدير ليفور كتجري، يمكن كيدير الرياضه، يمكن عنده كيكون عنده تعب عمل متعب ولا شي حاجه. دونك كيكون واحد التوازن. في الكبر راه كلشي كيبدا كيعيا، ماشي غير الجهاز الهضمي. يعني الشباب تياكلوا تبارك الله ياك. الشباب كياكلوا بالنسبه للاج ديالهم، ولكن كنصحوهم ما يكونش الافراط. ما يكونش الافراط. طيب غادي نمشيو دكتور نستقبلوا اول مكالمه معنا. ام بدر غتسلم علينا هذا الصباح وطرح السؤال ديالها. ام بدر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اختي سميه. واش مبروكه ام بدر؟ الله يبارك فيك. كيدايره بخير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله. كيدير الدكتور ديالنا؟ لاباس. لاباس الحمد لله. الحال وليدات العائله؟ الحمد لله. هذا مع رمضان ام بدر قولي لي انت ام عندك وليدات كبار تبارك الله. انا الدكتور كنقول لي خويا. انا هذا السؤال ماشي ديالي، ديال واحد السيده كانت فات فيها جرثومه تقريبا واحد 6 شهور، ودابا درها الحق بزاف وبغات تستشر. نسمع الدكتور قالت لك واش الجرثومه الا يقدر اللي رجعت لها واش الحلق غادي يشد لها بحال طيب ليها بحال ما بقاتش خصها كل مره تغميها ضرب هكا شويه الماء
وبدا كيتنفخ ليها الجهه ديال الحلق ديالها. واش الجرد هما الا رجعت ليها واش دير هذا المشكل؟ أو اول حاجه خصك تثبت بان الجرد هما رجعت، وثانيا ماشي الجرد ثانيا ماشي الجرد هما اللي غتكون عندها علاقه مباشره، ولكن في هذه الحالات كيكون داك الحموضه اللي كتطلع اللي كنسميو حنا حرقه المعده، يعني داك اللاسيد اللي كيطلع من المعده للحلق هو اللي كيكون كيأدي. يعني واخا داوي الجرد هما وكان عند هاد الافرازات ديال داك لاسيد الحموضه طالعه بزاف، خاص ديك الساعه الطبيب كيبقى يعطيه واحد الدواء كيشد ليها العبار ديال الدواء ديالها باش كيخلي لها واحد المده حتى تعود المعده ديالها على داك الافرازات ما تكونش كثيره بزاف. شكرا دكتور لهذه الحلقه، مرحبا نهارك مبروك. مرحبا ام بدر حبيبتي، نهارك مبروك حتى انت. يلا مستمعينا الاعزاء مرحبا بكم معنا، حنا راه الاشاره تنحاولوا نشوفوا يعني مشاكل الجهاز الهضمي في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان، خصوصا الناس اللي بدات عندهم بعض الاعراض وبعض المشاكل. وبطبيعه الحال مع الدكتور غادي نصحنا كيفاش نحسنوا من عمليه الهضم ديالنا في ما تبقى من الايام في هذا الشهر الفضيل ياك دكتور، ونمروا الامور بسلام. والاشخاص اللي خاصهم بعد الشهر الفضيل ضروري متابعه واستشاره مع الطبيب. غادي ناخذوا اتصال، للاسف قطع الاتصال. طيب ماشي مشكل، نعاود نذكر سريعا بالارقام ديالنا 05 22 31 33 33، او الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. جوج خطوط ديالنا مفتوحه الى حابين انكم تتفاعلوا معنا وتواصلوا معنا مباشره، فتحيه كبيره لكم مستمعينا الاعزاء. غادي نبقاو في الدار البيضاء دكتور، معنا اتصال سيد حمزه. السلام عليكم سي حمزه. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي، تفضل. صباح الخير، شكرا على هذه البرامج القيمة اللي كدار في هذا الشهر المبارك واللي هي صحية. مرحبا، هذا واجبنا سيدي، تفضل سي حمزة. مرحبا دكتور معك. واحد البرنامج غذائي اللي تيكون عندي في رمضان ما عرفتش إلى أي حد هو صحي، وهو أنني كنكتفي بوجبة ديال الفطور فقط. وجبة ديال الفطور تكون فيها إلى حد ما أغذية متنوعة شوية، يعني تتكون حسوة ولا خضراء ولا كان شي طويجين بحال موقع ديال الخضراء، المقلية ما كتكونش، المعجنات ما كتكونش. وشرب الماء شي شويه، حتى الماء ما كنستعملوش، يعني ما كناخذش منه داك يعني كميه اللي هي كافيه، وكنكتفي بهذا القدر مباشره من وجبه الافطار، يعني حتى النهار الاخر عاوتاني، الا لا كان شي شويه ديال الماء عاوتاني في مع صلاه الفجر ولا شي حاجه وصافي هادشي اللي كاين. وكي كتحس انت براسك؟ لا مزيان سالينا، الامور واضحه عندك. غير يكون شي تاثير زعما من بعد من بعد ودابا مزيان ولكن لا دابا لا دابا رحت الى كنتي انت غادي مزيان بهذا النظام يعني مناسب ديالك. انا يمكن غندير واحد الملاحظه صغيره، هو عدد ديال الماء رحت ما تسناش حتى تعطش باش تشرب، هذه النصيحه اللي غنعطيك، باسكو عندك واحد الكميه خصك تحاول تشربها في الليل. غير هي دابا انا فهمتك انت كتفادى الماء، لان يمكن غي كتبقى كرشك غتبقى عامره غديرونجا شويه باسكو ما مولفش، ولكن اللي كنصحك هو تشرب شويه بشويه، تاخذ غير جغيمات صغار وتفرقهم على ديك الساعات اللي كتبقى فايق فيهم داك الشيء، ما تشربش في كاس كبير من الاحسن، ولكن خذ كاس صغير وبقى تاخذ جغمه بجغمه باش الداس ديالك توصل لهذيك الكميه الماء اللي غتحتاج بالنهار. بارك الله فيك دكتور. بالنسبه للام ديالي فهي معايا لان ولاج ديالها تا هو عندها واحد تقريبا 70 عام ومشات معنا في نفس النمط، وحتى هي في نفس النهار كتحس بالامور مزيان ما كتحسش بشي سميتو. واش في حداتو كافي ما بالنسبه ليها كام؟ نعاود نفكر غير في الماء، الماء هو اللي هو المشكل الكبير، هو فاش كنتناساو الماء هو بالنهار هو اللي كنحتاجو بزاف في الغذاء، لان ذاك الوجبه اللي خديتي ديال الفطور تبارك الله غتكون كامله لانك تصوم مزيان وما عندكش السخفه وما عندكش والو، ولكن الماء الا حسيتي به غادي يكون فات الحال، فهمتي؟ داك الشيء علاش كنوصيو داك الكميه ديال الماء اللي خصك تاخذ بالنهار ما تفر بالليل ما خصكش تفرط فيها، لان هي اللي غتنفعك بالنهار. الماء دكتور غير حاجه اخرى الله يخليك، حتى خارج يعني رمضان حتى في الايام العاديه وحتى ولو يكون شويه ديال الصيف وداك الشيء الماء ما كنستهلكش ما كنديرش. ها انا دابا انا وياك تفاهمنا، دونك عندك اشكال مع الماء. انا حسيت بك ملي قلتي لي بعض الخطرات في الفجر كنشرب الماء، دونك فهمت بانك انت عندك الماء ما عندكش علاقه معاه كبيره، ولكن لا تماما انا غنصحك بانك تعود تشرب، ما تشربش في كاس كبير، خذ كاس صغير وشرب غير بجغمه باش تعود الدات ديالك، بحال السيستيم ديال السقه ديال كوتا كوت. كنقول للناس اللي ما كيقدوش يشربوا الماء، لان كنفهم كاين الناس اللي كيشربوا كيتزواو، كنقولها بالدارجه كتزوا يعني كتسقم، من الاحسن تشرب جغمه بجغمه، واخا ما تسناش حتى تعطش، لان الا عطشتي راه فات الحال ديك الساعه.
شكرا دكتور بارك الله. مرحبا. شكرا لك سي حمزه على التفاعل ديالك، ولكن انا عندي واحد مرحبا زيد وجبه واحده كثير من الاطباء تنصحوا انه ما خصنا نفرقوا الوجبه يا دكتور، لانه لا وجبه واحده. دابا 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 راه الوقت ضيق، دابا غادي نقولوا مثلا حنا الفطور مع السبعه العشيه والسحور مع الاربعه، ناخذ هذا التوقيت. كاين اللي ما كيقدش يعاود يهضم مره اخرى، هو راه صحي الا كان هذاك داكش الوجبه ديال الفطور ديالو تقريبا كامل. سمعتي هو قال لك فيها خضار فيها هذا وما فيهاش المقليات، يعني راه كيحترم النظام الغذائي ديالو. لا بروف هو عاطيه نتيجه مزيان ومو معاه مراه كبيره مسنه وغدا. اذا هذا النظام هو راه مسلكو على شريط الفطور فيه كامل. صح، وكيعتملوا بزاف ديال الاسر صراحه الفكره. انا واحد من الناس اللي كندير هذه الوجبه. غير حنا ما كنقولوش نفرطوا في ذاك السحور لان فيه الاجر. ضروري غير ديك التميره ولا يتفكر ياخذ الماء. هذا هو كيقول لك الماء بعد الخطرات كناخذوا. هذا هو الاشكال اللي عنده مع الماء. مي الا كان وجبه وحده والامور كتمشي مزيان ما فيش اشكال، بالعكس. طيب غادي نمشيو ناخذوا اتصال ذكرى من طنجه. السلام عليكم ذكرى. وعليكم السلام اخت جميله. لاباس عليك حبيبتي؟ مرحبا. صباح الخير طبيب. صباح الخير لاله. الله يرحمه والديك، انا عندي المعده، طيب عندي التهاب في المعده، ومشيت شفت الدكتور اختصاصي في الجهاز الهضمي، ان عندي المعده طيبه وعندي فم المعده واسع والحموضه بزاف، وعطاني واحد الدواء كيتبدا بالاو كناخذو هادي من 2021، ولكن كناخذ غير هاد الدواء ما عرفتش كافي ولا لا، ولكن عندي مشكله ديال الريحه كثيره بزاف في الفم ديالي. اش عندك فمك؟ رائحه الفم. الرائحه بالخصوص لا غويت وجهي، لا هضرت بشويه بشويه، ولكن لا هضرت في الجهد ما عرفتش واش من المعده ولا ما عرفتش شنو. لا رائحه الفم عندها بزاف ديال الحوايج اللي كيتسبوا فيها، منهم المعده، ولكن ماشي دائما المعده. يعني الا كنتي الطبيب شاف ودار لك المنظار وشاف المعده ديالك بانها من غير ذاك الفم اللي واسع، فهمتي؟ ذاك الفم اللي واسع هو اللي كيخلي لك ديك الحموضه كتطلع لك، وما انه عطاك الدواء دونك راك انت محتاجه ديك الكميه ديال الدواء باش ديك الحموضه ما تبقاش تخرج بديك القوه اللي كتخرج عندك. خصك تزيد حوايج اخرين، مثلا ما تشبعش بزاف باش المعده ديالك ما تزيدش توسع، وما تبقاش كما كنقولوا كتطلع لك بديك الحموضه بسهوله كبيره بزاف. هو السبب اللي كتعطي هاد لا رائحه الفم خصها تقلب على اسباب اخرى غير هي رائحه الفم محلول. حنا كنقولوا الفم واسع كتكون اون بيونس دو كارديا، كيكون داك الفم واسع يعني داك الكلابي اللي كيحبس ديك الحموضه ولا الماكله باش تعاود تطلع المريء، هذاك كيخلق مشاكل بعض الناس. يعني يقدر غير يتحضر يبغى يصوب الصباط ديالو ولا شي حاجه كتطلع له الماكله ولا لاسيديتي كتخلق. دابا هي عندها مشكل اخر مع هذاك، هو كتفرز الحموضه كثيره بزاف، دونك الدواء خصها تعيش به وخصها تنظم النظام الغذائي ديالها. يعني دائما ما خصهاش تعمر المعده ديالها وتتفادى باغ اكزومبل الا كلات ومشات نعسات ما خصهاش دير هذيك الساعه، سينو خصها تهز الفراش من جهه الراس. تاخذ واحد الفتره ما بين اخر وجبه وما بين النوم ديالك. النوم ديالك. نتبع هادشي حبيبتي شويه. ذكرى قطعت. طيب شكرا لك ذكرى على التواصل ديالك معنا، وتبارك الله نشيطي اليوم طنجه. طنجه فايقه مزيان. فايقه مزيان. نجات صباح النور. السلام عليكم. كي دايره؟ لاباس عليك؟ كيفك انت سمية؟ لاباس عليك. الله يبارك فيك حبيبه ديالي، الحمد لله علينا وعليك. الله يبارك فيك. عفاك انا بغيت نهضر مع الدكتور. تفضلي. انا رمضان كامل كنت كنتسحر وكتصبح المعده ديالي كتحرقني. دابا اول رمضان ما كنتسحرش، كان اي مزيانه مضخمه كيجيني لا الجوع لا والو. لقيتي الحل. عرفت الحل هذه مع الشحال، وانا دائما كنتسحر كان اي مريضه معدومه كنشرب الدواء، واني دابا الحمد لله. فهمتي ثاني حاجه وحده كنعاني من الكلاوي، فهمتي عندي الكلاوي كنشرب الماء، قال لي الدكتور دابا ساعه نشرب الماء، الماء ما كنساهمش. يا راه مزيان لك لان لقيتي الحل ديالك وفهمتي بان ذاك السحور غالبا 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 كانت ما كتهضمش الفطور ديالها، وملي كتنوض تسحر دابا حنا ديك كتكون عندنا ديك التربيه ولا ذاك الولف ديال نوضو نتسحروا. دونك هي يمكن كانت كترغم راسها باش تسحر واخا ما فيهاش الجوع. ما فيهاش الجوع. هذا دكتور اول مره كنصوم رمضان مزيانه. بابا هنيئا لك، هنيئا لك. شكرا الله يرحم والديك الحمد لله الله يسهل عليكم. امين امين. سمي الماء بحال اللي قلتي كنشرب الماء، كنشرب الماء بزاف. مزيان. انا مهضومه قدامي انا نعسه وانا كنشرب الماء خاص السحور. لا ما تشربيش بزاف باش ما يرجعش لك.
صافي شكرا دكتور. الله يرحم والديكم. شكرا لك نجاة علينا وعليك حبيبه ديالي. شكرا لك. وهذه فكره وشهاده من عند الاخت نجاة هو انك تسمع الجسم ديالك شنو احتياجاته. هذا هو هذا هو المهم. يعني انت غادي وكتجرب كتشوف كتلقى داك الشيء اللي ما مسلككش كتهرب منه كتحيدو. خصوصا ان وجبه السحور ما كنعرفو حتى شنو كلينا. يعني وجبه السحور في اختلاف التقاليد والعادات كتلقى اطباق كاين اللي ما كيشبعش بزاف في الفطور دونك كيولي السحور عنده بحال اجباري خصو يديرو. ولكن هي دابا تلقى كتفطر مزيان كتاكل كافي ومع حتى كتكون بحال قلتي مازال عمليه الهضم خدامه غتزيد فوق منها شي حاجه اخرى. هنا كانت كتمحن مي دابا ملي لقات الحل ديالها مزيان. وعاد اشنو كتسحر؟ كاين بعض المرات كنقول لك في العادات كيتعشاو بالسحور يعني ياك هذا عامل على حسب المناطق وعلى حسب قوه العمل. دابا تقول لي واحد في الباديه ما غاتقولش له تسحر بشي حاجه خفيفه باديه غادي يخرج يخدم خصها تشد جوج خصو يكون شي حاجه صحيحه كما كنقولوا باش دوز النهار ديالك صح. طيب دكتور غادي نمشيو تبارك الله شو الكم ديال المكالمات ما خلونيش الحق نسول انا نهائيا ولكن ماشي مشكل احنا هنا راه الاشارات المستمعين ياك دكتور. شكرا لك دكتور عبد العزيز زيان اختصاصي في امراض الجهاز الهضمي. يعني التوقيت ديال الموضوع كان في وقته صراحه وانا كنشكرك انك لبيتي الدواء لانه كثير الناس صراحه يكونوا وقعوا فهاد المشاكل. كان اختلالات كاين بعض الاعراض اللي بعض المرات كتبان غريبه. هاد اللي كان عنده سابقه مرضيه بحال قولوا العصبي باقي ما هضرناش عليه تا هو ياك في رمضان كيتعذبوا مساكن. لا هو اي واحد كيكون عنده شي مرض في الجهاز الهضمي ملي كيدخل رمضان وما كانش موجد له بالدواء ديالو وكان شاف الطبيب وناقش هو وياه ضروري غيدوز من واحد المحنه. وكاين قولوا العصبي عنده وضع خاص ياك كلا مشكل ما كلاش مشكل الا هضرنا على القولون العصبي راه ما غنساليوش لان هذاك مشكل اخر كبير. علاش ديجا ديك التسميه ديالو هي صعيبه القولون العصبي الا ناقشناها. كاين بزاف ديال الاخوان ما غيشاطرونيش الراي بالاخص الاطباء لان انا ضد ديك السميه ديال القولون العصبي. انا كنرفضها اصلا. هي اضطرابات وظيفيه للامعاء. اضطرابات وظيفيه للامعاء. علاش؟ لان الا دخلت فيها دابا هذاك الاغلبيه ديال الناس كيكون عندهم ان بروبليم بسيشيك. مشكل نفسي ولا عامل نفسي؟ مشكل نفسي وكيأثر له على الجهاز الهضمي. يعني الجهاز الهضمي كيكون غير وسيله باش يبين لك بانه هو راه في محنه. يعني في الاخر هذوك الناس واخا كتعطيه الدواء ديال المسره ولا الدواء ديال المعده راه ما كيتحسنش. حيت الاصل باقي ما عالجناش. حيت الاصل ما عالجناش. اذا علاش غنربطو انا بالجهاز الهضمي؟ انا نقاش فلسفي شويه. فلسفي جميل. انا كيعجبني فيك هذا الجانب. غادي نمشيو نكملوا استقبال مكالماتكم مستمعينا الاعزاز. مرحبا بكم اول حاجه وشكرا لاستماعكم لاذاعه ام اف ام في متابعه حلقه من حلقات برنامجكم الاسري لاله فاطمه اللي هو برنامج شامل. عندنا ملفات صحيه ضروري ما كنناقشوها من خلال حلقات البرنامج وايضا مع ضيوف مختصين ما شاء الله اللي بالدواء ديالنا وكيحضروا معنا في البرنامج من اجل التنوير ديال المستمعين ديالنا الاعزاء. سي عبد القادر من سلا. السلام عليكم سي عبد القادر. عليكم السلام ورحمه الله. اخبارك سيدي؟ كيف حالك؟ الله يطول عمرك سيدي. مرحبا. ممكن نكلم الدكتور؟ اكيد مرحبا. ممكن. مرحبا الدكتور. رمضان مبارك. الله يبارك فيك. كل سنه وانت طيب ان شاء الله. الله يبارك فيك. دكتور انا سويت تحليلات قبل رمضان باسبوع ما كنتش كنحسك ما كنتش كنقول بزاف. دابا كنشرب الحريره عندي السكر 1.19 والخزان عندي 6.90 لكن المشكله كان هذه الايامات كنشرب الحريره كل يوم في مع المغرب وكنا نمشي لحاسك للطواليت بزاف 5 مرات 6 مرات في الليله. لا وعلاش بغيتي تربطها غير بالضبط بالحريره؟ لان ما عرفتش لان قبل ما كنتش كان صراحه ما كنتش كنقول بالزاير. دابا وليت اكثر ممكن 5 حتى 6 مرات. وشحال في العمر ديالك الحاج؟ عمري 65 سنه. وفايت لك درتي شي فيزيت عند اختصاصي ديال البروستات؟ لا لا انا عندي كنت درت تحليلات 42 تحليله في حدا سينما لوبيرا ولكن اكتفيت غير كنصاب الحبوب هذيك الكينه ديال السكر الكينه ديال والكينه ديال الطانسيو ديال السكر. لكن عندي حتى سميتو وليت ما كنشوفش تقريبا سنتين ونصف سنه تقريبا سنتين ونصف. والاختصاصي السكر مسامح لك باش دير رمضان باش تصوم؟ لا صراحه ما قال لي صوم تقريبا عندي سنتين ما مشيتش حاجه ولكن قال لي لا انا كنحس بالراحه صراحه كنتسحر. لا غير داك التبول كاين اما السكر كيكون فيه شي خلل
ولا بالنسبه للعمر ديالك كيكون واحد الخلل في الوظيفه ديال البروستات. دونك هادو لا واخا لا الحاج واخا دير التحليله واخا انا ماشي الاختصاص ديالي غنطول شويه واخا دير التحليله لازم تكون تشوف اختصاصي لان بعض الخطرات كتكون هي منفوخه ولكن التحليله كتكون نورمال. دونك من الاحسن ترجع عند مول السكر ديالك هو غيأوريونتيك هو غيرشدك اش خصك دير لان ما شتيش مول السكر عامين والشوف بدا كيضعف ليك فهمتي بزاف. نعم ما بقاش كنهضر شحال حنا انا كنت مشيت للرباط عند واحد الدكتور في العكالي بلا ما نقول لك سميتو تقول لي واحد الحقنه في عينيا صافي ما بقيتش نشوف دابا سنتين ونص يوم 20/8/2021 صافي خلاص. لا انا انا كنصحك ترجع عند مول السكر ديالك هو اللي غياخذ الملف ديالك. ولكن هذا البول كان بول من زمان راه من 80 وانا كنت حالك لان كنت انا من ديالي كنت شغال في الكهرباء اشتغلت 42 سنه في الكهرباء ولكن دابا كنت كان ملي كنكون كنشتغل النهار كله ما كنبولش نهائيا خمس ساعات ست ساعات حتى سبع سوايع ما كنمشيش للمرحاض نهائيا لكن لما قعدت الان في الليل كنوض ولكن انا كل الحوت كيكون فيه الملحد الزايد لان انا في البيت ما كان انا عايش لوحدي ما كنشربش السكر نهائيا دابا ثلاث سنين. لا واخا ما عندكش زعما كنصحك بان عامين ما شفتيش مول السكر كنصحك ترجع عنده غيلقى عندك شي خلل في شي حاجه. مرحبا الحج مرحبا تحياتي لكم جميعا. مرحبا سيدي الله يزيد فرحتك شكرا جزيلا لكم على تفاعلكم اكيد مضطرين. دكتور عبد العزيزيان ممكن ناخذ فاصل اعلاني تبع العشرة شو الوقت مر بسرعه ما حسيناش به هذه العشرة احنا يلا بدينا ياك يلا غادي نرجع ان شاء الله بعد الفاصل الاعلاني غادي نكملوا حديثنا رفقه الدكتور عبد العزيزيان اختصاصي في امراض الجهاز الهضمي اكيد في شهر رمضان شو المشاكل اللي كتقدروا تواجهوها انتم مستمعينا الاعزاز مع الجهاز الهضمي شو الاعراض اللي كثيره وشائعه ولي اكيد خصنا نستافدوا من هذه التجربه ديال الصوم ديال رمضان ما بعد ان شاء الله كيفاش نصلحوا هذه المشاكل هاتيكم غنجاوبوا عليه بعد الفاصل خليكم معنا كتسمعوا برنامجكم الاسري لالا فاطمه تحيه كبيره للمتتبعين ديالنا سواء الاوفياء القدام وحتى الجدد اللي كينضموا لينا ربما وكيتصادفوا مع البرنامج اول مره مرحبا بكم معنا. هو برنامج اسري شامل في كثير ديال المحطات وفقرات اللي كنتقاسموها مع المواطنين ديالنا المغاربه في مختلف الاحتياجات ديالهم واكيد من بين الاحتياجات الصحيه اللي هي من اولوياتنا في البرنامج كل مره على حسب المناسبات كنحاولوا نتناولوا عدد من المواضيع اللي الاهم من هادشي كله هو التوعيه هو التحسيس هو الارشاد هو ونوجهكم الطريق الصحيحة كيفاش ممكن تستفدوا من عدد من الحوجات مع كفاءات طبية مشكورة اللي كتكون منورانا في بلاتو البرنامج. اليوم خلينا نتكلموا بحكم الظروف كيف قلنا ديال الشهر الفضيل شهر رمضان الله يدوم علينا ان شاء الله نعمات نتمنى تكونوا في اتم صحة وعافية ولكن كاين البعض مساكن اللي كيتمحن في هاد الايام ديال رمضان وديال الصوم بما فيهم الناس اللي عندهم مشاكل او قابلية دابا للامراض الجهاز الهضمي هادشي علاش قلنا بعد مرور هاد الايام ان شاء الله في هاد الشهر الفضيل نتفقدوا شويه الاحوال ديالهم نشوفوا المعدة شنو دايرة الجهاز الهضمي شنو الاخبار ديالو ونحاولوا ناثروا مع دكتور ياك والاهم الحاجه هو من بعد شنو نقدروا نديروا من بعد الشهر الفضيل رمضان. شكرا على حضورك معنا دكتور عبد العزيزيان اختصاصي في امراض الجهاز الهضمي كان معنا قبل الفاصل سي بوشعيب كيتسنانا من مدينه سالا ناخذ السؤال ديالو بعد نكملوا. سي بوشعيب السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور لاباس عليك؟ الحمد لله على خير الحمد لله. قول شوف اسمعني يا دكتور انايا عندي الكلوة لأني كضرني كنشرب الماء وليني كنجاب الميضة ديما هذا هو الضر ديالي يا أخا. وعندك طبيب ديال الكلاوي ديالك اللي متباك؟ إيه وأنا وتشرب الدواء خاص ميدتي قال لي اشرب الماء أنا كنشرب الماء دابا وليني كنشد الميضه دائما. ايوا راه حتى داكشي اللي كتدخل داكشي اللي كتدخل ديال الماء راه لازم خصك تخرج. Yeah. الطبيب نصحك بالماء لان الداس ديالك ولا الكلوه ديالك محتاجه وطبيعه الحال داكشي اللي كتدخل خصك راك عارف الكلوه راه هي بحال الغربال ديال الداس دونك كتصفي داكشي اللي كتدخل خصو يخرج. اسمح لي الكلوه فيها البرد منفوخه. ايوا دونك هنا تشوف مع الطبيب ديالك اختصاصي. هو قال لي راه منفوخه ما عندي ما ندير عطيته الدواء قال لي ما عندي ما نديرها. هذا طبيب اختصاصي في الكيلي؟ ايه مشيت لسيدي مشيت لسيدي حرازم. يعني كانت حجره خرجت ساعه ما لقى والو.
ايوا صافي الا لحتي الحجره راه الامور عندك مزيانه. دابا يمكن هو كينصحك تشرب الماء باش ما يتكونش لك حجيرات اخرين، باش الا كان داك التخا كيتجمع عليك ملي كتشرب الماء ولا ملي كتحرك كتبحال قلتي كتغسل الكلاوي ديالك. دونك راه غير تبع النصائح الطبيب ديالك ان شاء الله راه تكون بخير. جزاك الله خير. مرحبا. طيب شكرا لك سي شعيب وشعيب. وما عرفتش واش كيصوم، كيظهر لي باقي ما كيصومش شي في رمضان، ما عرفتش عطى الطبيب يقدر. لا انا اللي فهمت اللي فهمت بان كان عنده حجره في الكلوه وخرجات الحجره ودابا كتبقى في الدماغ ديالو بان راه باقي عنده مشكل في الكلاوي. ما كنظنش بان كيهضر على كلوه وحده، دونك غيكون غالبا تكون عنده حجره في الكلوه. بالي الصوت ديالو مسكين تعبان وعيان ومرهق. طيب دكتور غادي نكملوا حديثنا، خصوصا انه تكلمنا وهدرنا كثير على مشاكل الهضميه اللي كتقدر توقع لنا اثناء فتره الصوم عند البعض من الاشخاص، وإلا دخلنا في التفاصيل يمكن خصنا حلقات وحلقات، ولكن بالمجمل هي مشاكل تيحس انه الصائم معذب في النهار ديال الصوم ديالو ياك، فلما كيترفع الاذان تيولي عاوتاني حير ما بين ياكل ما يقدرش ياكل وما بين عاوتاني كيفيق عليه الالم والمشاكل كاين كتوصل للالم والحرق. فبالتالي كيضطروا ياخذوا ادويه، ياك هذه الادويه كتكون مؤقته غير فتره ديال الصوم، كتقول لهم ودي راه تما ينسالي رمضان وعاد من بعد نباشروا المتابعه الطبيه من بعد. هذا هو المهم. نتكلموا على هذا الشق هذا دكتور، وهذه الفئه من الناس كيفاش كتعاملوا معهم؟ يعني الناس اللي مرضوا مع البديه ديال رمضان وشافوا الطبيب ديالهم وعطاهم الدواء وتحسنت الامور وكملوا رمضان مزيان. انا هاد الناس هادو كنعاود نعطيهم نصيحه باش من بعد رمضان ولا نهايه الصيام اللي كان كيصوم شويه الله يكمل عليه بخير، بعد نهايه الصيام خص يعاود يرجع للطبيب ديالو باش يشخص اش وقع علاش باش يتفادى هادشي العام الجاي. لان غنطيحوا في نفس الخطا. يمكن باغ اكزومبل تقدر تكون عندي قرحه ديال المعده، مشيت خديت الدواء عشوائي ديك القرحه برات تهدنات كملت الصيام ديالي، دونك عمري ما فهمت بان راه كانت عندي قرحه ديال المعده. دونك هنا لازم يكون واحد التشخيص نفهموا اشنو وقع في ذاك الخلل، حيت بعض الخطرات كنضطروا نديروا المنظار وكنشخصوا في رمضان. هو صايم كيمشي باغ اكزومبل الا شي واحد فيه الحريق بزاف كتقول له راه خصك دير المنظار، ولا لقينا القرحه راه ديك ساعه الصيام كيمشي. انا كنولي استعجالي ما كنستناش. والله يرضي عليك. كاينين الحالات اللي ما كنوصلوش لهذ الدرجه هذه، يعني كتعطيه الدواء كيتحسن الامور ديالو، غير هذا نصيحه ديالو خصو يعاود يرجع من بعد رمضان باش يشخص اش وقع له. غادي نرجعوا للحاله الاستعجاليه، ربما دكتور تهدي نقطه مهمه نوعيوا بها المستمعين ديالنا. بعد ما ناخذوا اتصال سي عمر من فاس. السلام عليكم سي عمر. سلام على سمية بخير. الله يطول عمرك سي عمر، مرحبا مرحبا بك، تفضل. الله يخليكم للدكتور ان شاء الله. تفضل سي عمر، دكتور معك. واخا عندي واحد المشكله ويجزيك بخير الدكتور. نعم سيدي. كناكل وكنمشي لدوره المياه بزاف على حساب الرسنجه ماشي التبول الغائب. يعني كاع داك الشيء اللي كليت بالاخص في الصيف دابا كليت العنب والكرموس وداك الشيء في الصيف والبلاح والبطيخ وداك الشيء. يعني كنمشي لدوره المياه بزاف. ما فهمتش منين المشكله. هذا خصك تشوف اختصاصي، لان خص يدير لك واحد الفحص ديال واحد التحاليل كيداروا، ولا عاد الضروره الطبيب خص يدير لك حتى المنظار ديال الامعاء ديال المصران وديال المعده ديالك. هنا لازم تستشر، هذا كما كنقولوا كرشك كتفرغ بسرعه. دونك هنا خصك تكون تشوف اختصاصي باش هو يشوف لك المشكل، ولا ما غاديش نقدر غير بالتليفون بحال هكا ونشرح لك، صعيب شويه لان هذا خصو شويه ديال الوقت وديال الخدمه. دونك من الاحسن استشر مع شي اختصاصي اللي قريب لك في فاس. البكتيريا الضاره ولا كيفاش ما كيكونش فيها المشاكل. خصك تثبتها، حيت دابا انت ما نقدروش غير نشخصوا بالتقدير، دونك خصنا نثبتوا المرض ديالك. شكرا لك سي عمر، الله يخطيك، نهارك مبروك سيدي وعواشرك مبروكه. غير هذه الفكره هذه واش ماشي صحيه؟ يعني بزاف اللي تيقول لك كرشو ما شاء الله دغيا سريعه. لا هذا كتسمى اون دياري موتريس، يعني المصران ديالك كيكون مكسيري. الا كانت غير مؤقته كتقلب واش كاين شي حاجه كلاها اللي غتزربي لك على الكرش ديالك بحال الباربا بحال لي زيبينا، ولا كيكون عندك شي امراض دابا مرض السكري ولا مرض الغده اللي كيعطيك داك لاكسيليغاسيون ديال لو ترانزيت، كيولي عندك لو ترانزيت بالزربه.
ولا بعد الخطرات كيكون عندك اضطرابات في البكتيريا النافعه ديالك. دونك هنا خص الطبيب يخلي الشيء عمر شرب البكتيريا النافعه. بان لي السي عمر بان العمر ديالو غيكون من 40 عام الفوق، دونك لازم عليه يدير المنظار والطبيب ديالو راه غادي يعرف كيفاش يرشدو. طيب شائع كثير في رمضان والامساك. الامساك راه قله الماء. شنو كيكون السبب ديالو؟ قله الماء وكيكون لافارين بلونج الدقيق الابيض كيكون غالب في الماكله ديالنا. دونك كتلقى الحريره كيدوروها بالطحين، كتلقى داك الشيء تبارك الله كل ما وعد رحمة كل شيء بفارينة بيضة. وهذا هو الإشكال، وكيكون الماء اللي ما كي قليل، ما كيكون قليل بزاف وكتغلب العجائن. دونك حلها شنو، يشرب غير الماء ولا علاج؟ لا ماشي ضروري الدواء، ماشي ضروري الدواء، يعني كاين واحد الريجيم خصك في المائده ديالك تحيد لافارين بلونش. الا قدينا نحيدوها راه هذا كيكون نقطه ايجابيه، تشهيتي حاجه وحده ولا جوج حطيتيهم ماشي مشكل، ولكن ما تلقاش كل شيء من الدقيق الابيض. ثانيا الماء راه ضروري، ان عندنا واحد الكميه اللي خصنا نشربوها. راه دابا راه دو بلوس هاد الايامات كان البرد وداك الشيء، ما كيحسوش الناس بالعطش، ما كيحسوش بالعطش. دونك سكيفي ماشي تيجيك العطش عاد باش تشرب، خصك تشرب بلا ما يجيك العطش. هذه هي الفكره اللي خصها تكون صح. او كيقول كنعوضها، انا كنشرب عصير، كنشرب اتاي، كنشرب قصه ديال العصير، قصه العصير مع قصه العصير مع رمضان عاوتاني ما غنساليوش. طيب سي علي من اكادير تبارك الله، اليوم صرنا نرحم عدد من مناطق بلادنا. سي علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صباح النور يا سي علي، تفضل. مرحبا بك. بغيت نسول الدكتور اختي. تفضل. مرحبا. تفضل. عند كانسر بحال هكا، صداع ديال القلب، صيت زي القلب ديالي. كيأثر له على القلب دكتور، مزير المسران وكيأثر له على القلب. شفتي الطبيب سي علي؟ لا. ما شفتيش؟ إوا خصك تشوف شي طبيب، شوف الطبيب اللي قريب لك، يكون طب عام. غادي يقلبك، غيفحص لك، غيسمع القلب ديالك، غيقلب الجهاز الهضمي وغيشرح لك علاش المشكل كاين. في الدخول ديال رمضان. ايوا واخا دابا لا ما تمشيش بالفكره ديال راه غير رمضان. يقدر يكون شي حاجه كانت عندك وما كنتيش كديها فيها، وملي جا دابا رمضان عاد باش بان كما كنقولوا كيبان داك العيب. كيبان العيب. دونك من الاحسن، من الاحسن دير استشاره طبيه. سيرتو دابا كتهضر على صدرك، ماشي باش نخلعوك ولا شي حاجه، ولكن ملي كنهضروا على الصدر اول حاجه كنفكروا فيها هي القلب. دونك ما غنلصقوش في المصران ولا المعده، هو الاول دائما كنسبقوا العضو اللي كما كيقولوا اللي عنده حاله كتكون فيها استعجاليه كثيره هو القلب بزاف. لان هضرتي، لان هضرتي على صدرك. نعم. مرحبا. شكرا لك سيدي، وصباحكم مبروك مستمعينا الاعزاز، مرحبا بكم معنا. مستمرين متواصلين معكم في هذا البث المباشر رفقه الدكتور عبد العزيز زيان، اختصاصي في امراض الجهاز الهضمي مدينه الدار البيضاء دكتور، ودائما هي ارشادات مهمه للناس اللي عندهم معاناه في الجهاز الهضمي او اللي عندهم سابقه مرض، يعني بداك اللي هم خليتي بدا بان العيب. كيبان العيب. الوغ كيبان العيب هنا نصائح، قلنا كنعطيو ادويه باش يستمروا. كاين حالات استعجاليه بين قوسين، شوفوا شنو هاد الحالات الاستعجاليه دكتور. حالات استعجاليه هي الناس مثلا في هذا رمضان جاوني جوج حالات ديال الناس تقيات الدم. ملي كدير التشخيص كتلقى قرحه المعده وسن مختلف. بحال دابا كان عندي واحد الوليد 16 عام. 16 عام قرحه المعده. قرحه المعده ودازت بنزيف. هنا علاش؟ لانه هو حس بواحد الالم في الايام الاولى وما داهاش فيها، كيقول راني دايز، ولكن من بعد ملي كمل مع الصيام الحاله ديالو تدهورات، دونك اضطروا والدي باش يجيبوه في حاله مستعجله. دونك كاين قرحه المعده، لان كاين دوك الشيء البسيط بحال دابا الحموضه طلعت، بحال دابا هذيك السخفه الجوع، بحال دابا هذا الشيء كيكون عادي. ولكن ملي كتشوف داك الالم كثير ومزير بزاف وغتوصل باغ اكزومبل توصل المغرب ملي يتكلم الاذان ما تقدش تاكل، لا لازم تشوف الطبيب. تشوف الطبيب. كاين الحاله الثانيه هي ديال المراره. شحال من واحد كتكون عنده مراره فيها الحجرات، كيجيو دي كريز قبل رمضان ما كيديهاش فيهم، كيقول لك المعده ملي كيدخل رمضان وكيبدا كياكل الحوايج مدومين وكيبدا كيدير لي كريز، هنا عاوتاني حتى هي كتزير كدير له. دونك هادو هما الحالات زائد الامساك، هادو هما اللي كنشوفو. الامساك تا هو داخل في الحاله الاستعجاليه.
استعجاليه اللي انا كضطروا بعض الخطرات كيكون ان كونستيباسيون تيرمينال وكضطر باش خصك تهز المريض ديال الكلينيك باش تنظف له المصران ديالو ملتات باسكو كيبقاش قادر كاع يخرج. صح والناس كتعاني تقول لك جاتني العصمه عمري ما حسيت بها بهذه الدرجه ما كيكونش معايش معاها. دونك ملي كتجي بحال دابا كتجي في رمضان ما كيكونش مولفه وكيقول راه دابا تدوز دابا تدوز وفي الاخر كيولي مزير بزاف. طيب شكرا لك دكتور على كم المعلومات صراحه اللي زودتينا بها اليوم، وحنا مازالين في استقبال مكالماتكم ومستمعينا. القلعه تسرانه هي حاضره معنا في هذه الجوله الزوينه في بلادنا ياك تسالينا اليوم انا وياك. سي عبد الله السلام عليكم. سلام اختي دكتور صباح الخير. صباح الخير فيك سي عبد الله. الله يحفظك. نعم صبرا انا عندي غير واحد جوج تساؤلات غير بين قوسين، الا ممكن تفيدنا شنو الفطور ديالكم نتوما باش كنوا باش نستافدوا منه شويه. هذه الاولى. هذه الجهه والجهه اخرى انا كنجوع طرف ملي كندير نجوع طرف كنحس بالحريق شويه يعني ما كنصبرش للجوع. ماشي من ساعه كتحس بهذا الشيء ملي يعني في الاوقات العاديه يعني يعني اطار رمضان مع هذيك ال 11 ملي كيقرب الغداء وداك الشيء كان يعني كنبغي ناكل كناكل خفيفه. راه ديك الساعه كتكون انت مولف تاكل في ذاك الوقت. دابا راه انت كنتي مولف وفي رمضان فرمضان مزيان عادي عاد كنت محن كنفطر شويه كنكثر دوك عاد كنفطر داك الفطور ناجي ما بقيتش كنكثر عاش عاد خفيفه حريره مثلا السيده سميتها شويه تعيش وقبل الجوع قبل العشاء كنتعشى خفيف والفطور ثاني كان السحور سميتو كندير شي حاجه خفيفه مزيانه دابا وكتحس براسك مزيان. كنحس براسي مزيان. ايوا انت دابا انت اللي فدتينا عطيتينا الوصفه ديالك غنستغلوها ونخدموا بها. كطلب من الله. لا شوف لا ما لا باش تفهمني مزيان انا كنقول لك كل واحد هو طبيب ديال النفس ديالو. فوالا وي وي دابا كل واحد فينا كيادابتي داك الشيء اللي كيسلكو هو بحال دابا اللي غندير انا يقدر انت ما يخرجكش. ايوه يقدر ما يتوالمش. وهذاك الشيء اللي كدير انت عاوتاني انا ما غيوالمنيش. دونك انا كل واحد كان خصو يتعلم يلقى الميزان الميزان ديال راسو. ملي كنحس بواحد الحاجه كدور بيا خصني نعطيها تيتي. الله يرضي عليك. شكرا بزاف يا دكتور. يلا مرحبا مرحبا سيدي. مرحبا بك علينا وعليك سيدي. شكرا لك. فايق بكري ما شاء الله اكتيف فايق مزيان. بني ملال تاهي كذلك غادي نسلموا على ساكنه بني ملال وناخذوا فضيله. صباح النور فضيله. صباح الخير اختي. شخبارك يا لاله فضيله؟ بارك الله عليك اختي. الله يبارك فيك يا حبيبه. مرحبا بك تفضلي. عفاك اختي انا عندي مرض السكر ياك. ايه. وملي صمت كريت 4 ايام في رمضان وملي صمت 12 يوم اخرى ومهم اللي مع الفطور تناخذ التمر 3 ولمده ديك 12 يوم ونهار الحد حسيت بواحد الدوخه حسيت بواحد الدوخه وداك الشيء وبغيت نرد وصافي تسدوا لي عينا وبغيت نطيح على وجهي. لا 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 ومول السكر واش مرخص لك تصومي؟ لا حيت الطبيبه ديالي قالت لي الا حسيتي بتحسن صومي ما حسيتيش حسيتي بشي دوخه ولا شي حاجه ملي ما حسيتش بتا شي حاجه وبقيت كنصوم ونهار الحد بحال هكاك حسيت بهاد الاعراض هذا. هاد الاعراض اش من وقت حسيتي بهم في الصباح ولا في العشيه؟ لا تقريبا المغرب تاع بقاش حال المغرب طاح السكر كذا طاح السكر وصافي وبقيت المهم مشيت درت التحليله في الفورماسيان قالت لي هذيك اللي في الفورماسيان قالت لي ما بقيتش تاكلي التمر بغيت تاخذي وحده. المهم قالت لي راه كانت عندي واحد فاسيله واحد وشويه دابا ملي درت ملي عندي ذاك الاعراض ومشيت للفرماسي ودارت لي التحليله وقالت لي ما 8 ما خصها زادت عندي 8 قالت لي 8 ما خصهاش تكون. اذا خصك ترجع عند الطبيبه ديالك باش تعبر لك الخزان وتعاود تناقش معاك واش تكملي الصيام ولا لا. لا ما تنصمش دكتور دابا الخزان قالت لي الطبيبه مده 3 شهور. لا ولكن راه وقعت لك واحد الحاله في رمضان من الاحسن ترجعي عند الطبيبه تعاودي تناقشي معاها. باش ما تشكليش على راسك لان اللي صعيب عند مول السكر هو يطيح له السكر ماشي يطلع راك الا طلع لك السكر راه كتلقى الوقت فين تصلح ولكن الا طاح السكر هو اللي صعيب على الذات. وشكرا بزاف دابا انت ما كتصوميش فضيله ياك دابا لا مشى
الشخصي ما قدرتش نصوم البارح المهم هذا راه 5 ايام هذه ما صايماش والبارح من 5 ايام مده 5 ايام ما صايماش وما كليتش طاسي تمره ولكن ملي البارح خديت واحد الوحده حسيت بشي حاجه مع بحال الا راسي بقى كيدور عليا ما صافي وبعد على التمر واخا رجعي عند الطبيبه ديالك كيف ما شالك الدكتور ياك وشاوريها قولها راه ملي كناكل التمر يمكن تمنع عليك التمر لانه ثلاثه الحبات يمكن بزاف ياك دكتور دابا عندي شويه الوزن عندك الوزن لا عندها خلل ده السكر ما بقاتش ما متوازنش على فضيله غادي تخدمي عليه شويه بالريجيم شويه الرياضه يمكن تمشاي والدواء اللي انت كتاخذي يمكن تبدلو لك كاع ممكن ترى المهم غادي تشوف معك الطبيبه ديالك طيب فضيله الله يزيد فرحتك حبيبه ديالي شكرا لكم على المتابعه غادي ننتقلوا للمكناس دكتور كاخر اتصال كيظهر لي منيا السلام عليكم حبيبه عليكم السلام اهلا وسهلا الله يبارك فيك مرحبا دكتور صباح الخير انا عندي مشكله ديال المعده كنت دوزت عليها قالت لي عندك الفم ديال المعده شويه محلول كانت تقضني واحد الحرقة عطتني الدواء الحمد لله دابا غير دابا شي هادي شي جوج سيمانات كيخبطني واحد الحرق في وسط صدري وصدري وحتى الكتافي وما عرفتش واش من حيت ندير جافيل بزاف واش منه لا شحال هادي باش دوزتي عند الطبيبة ديالك هادي شي قبل رمضان قبل ما يجي رمضان شحال ديال الوقت شي شهر ونص هكا ولا شهر وهاد الحريق هذا جاك تبديتي كتصومي غير في هاد جوج سيمانات والحريق واش في صدرك ولا في الخويه ديال المعده في الوسط ديال بحال الفم ديال المعده وصدري كيقبضني هكا وجهت كتافي انا من كون ما صايمش واخا بالنهار تيقبضني بعض المرات ماشي دائما شي خطات ما كنحش بيه وشي خطات تيقبضني داك الحريق في صدري يعني بحال الجوع بحال كليتي بحال لا داك الحريق ماشي شكل في صدري ماشي الحرقه ديال المائده لا كيبحال الحريق راه دابا عاوتاني كتهضري جوج خطرات انا جريتك جيت المائده وانت كترجعي لصدرك من الوسط ديال صدري حتى لصدري كامل جيت الكتاف من الحريق من الاحسن شحال العمر ديالك انا 45 عام من الاحسن شوف اختصاصي ديال القلب باش دير واحد الفيزيتا يدير لك واحد التخطيط ويدير لك واحد التحليله باش تاكد بان ما كاين والو في القلب ديالك حيت ماشي ضروري تكون المعده اللي كدير لك هادشي لانك انت خديتي الدواء ديال المعده دونك ما تبقاش دائما اي حاجه تلصقها في المعده ودوك لي زافطا دكتور اللي كيجيو داك تقرا واحد الفم من المعده ولا من المصران لا دوك دابا الا كانوا كيتكرروا كيخرجوا لك بزاف ديال الخطرات هذاك خصك تقلب على واحد المرض راه معروف خص الطبيب لا تكون غير لا تيكون غير في الفم ديالي ما تيجيش لا راه كاين تبهجات كيقدر يكون غير في الفم انت تبارك الله راه عارفه شنو ملي جبتي لي بهجات يعني راه قلبتي على بهجات هذاك غير هنا خص الطبيب يكون اكد ليك بان ما عندكش بهجات لان خصو يتاكد وحده وثانيه اللي كنصحك هو تفاداي الفواكه الجافه والفواكه الاستوائيه من تناكل القرقع ولا الشكلاط كان كيجي هذيا داكشي هادو غتفاداهم اون اتوندون باش تلقى التشخيص ديالك حيت الا كانوا كيتكرروا دونك راه كاين مشكل وخصك تقلب عليه تيكونوا حتى دوك الحبيبات ماشي غير لي زافت تيكونوا حتى واحد الحبيبات يعني لا كاين مشكل انا فهمت بان كاين مشكل وما انك جبتي لي تسميه بهجات يعني فهمتك راك كنتي كتقلبي في هذه الطريقه هذا واش عندك ولا ما عندكش شكرا دكتور مرحبا شكرا لك منيا حبيبه ديالي على الاتصال ومكناس كانت هذه اخر محطه في جولتنا اليوم ياك دكتور صراحه صرنا رحيم معاهم وكنتمنى لهم الصحه والسلامه والله يشافي كل واحد يا رب خلاها المستمع ديالنا العزيز قال لك اعطينا نموذج قدوه من عندك دكتور عبد العزيز زيان بيه غادي نختموا صراحه باش تكون يعني نصائحنا عامه شو من الارشادات اللي خاصنا نتبعوها ما تبقى من هذه الايام ان شاء الله الفضيل باش تدوز على ما يرام ونجنبوا بعض المشاكل وحتى الناس اللي خليناها بانوا عندهم هاد الاعراض ما بعد شهر الفضيل رمضان شو خص يديروا كيتبعوا دابا احنا اليوم 18 يوم في رمضان يعني اللي دوز 18 يوم بلا مشاكل يعني النظام ديالو صحيح غيبقى غادي عليه ما غنهضروش اللي عندهم مشاكل ديال الحموضه ولا عندهم مشاكل ديال الامساك ولا هذا هادو اللي خص يغيروا وغالبا غيكونوا استشروا مع الطبيب ديالهم ولا خداو شي ادويه كانت عندهم دونك هذا خص يبقى غادي بالدواء ديالو تيكمل رمضان ومن بعد رمضان خص يمشي للتشخيص
شنو هي الفائده من رمضان؟ رمضان عودنا الداس ديالنا على واحد الصبر، وعودنا بان راه كنعطي واحد المده ديال الجوع طويله بدون اكل ولا شرب، خصني نخدم عليها من بعد رمضان باش نفهموا بان راه داك الجهاز الهضمي ديالنا خصنا نتكيسوا عليه وما نبقاوش ناكلوا غير كي بغينا. كاين جوج وجبات ثلاثه ديال الوجبات غنحترمهم وما نبقاش، لان انا كنقولها دائما الجهاز الهضمي بحال شي طوموبيله، الا دورتي الكونتاك كتحسب عليك. دونك انا بحال دابا فطرت في الصباح ساليت الفطور، جيت مع العشره كليت شي حاجه اخرى عاوتاني غنخدم ديك المعده، هو من الاحسن ما خصهاش تخدم. اذا نحاول نقلل من دوك عمليات الهضم اللي غير فائدين من غير الوجبات الرئيسيه، وهادشي اللي كنتعلمو في رمضان. دابا هو السيد قبيل قال لك انا كنفطر وما كناكلش، نهار اللي كلا كلا العصا. اذا بحال كا خصنا من بعد رمضان المعده ديالنا نمشيو بها بهذا النمط ديال ما نبقاش نخدمها في اي لحظه. واخا وحتى الا خدمتها في ديك الوجبه، انا افتراضا واحد غيقول لك انا كناكل سيدي غير وجبه واحده، ولكن رمضان كنحس بهاد المشاكل، كيحس بتخمه يعني، لانه عمر بزاف على الخنشه اللي هضرنا عليها. لا ديك الساعه غادي نرجعوا النصائح اللي كنعطيو في جميع الحلقات. أيه. اللي كنعطي ما ناكلش بالزربه، ما نشربش وسط الماكله، ما نشبعش التولود التولود التولود، ما ناكلش ونمشي نتكا، ما ناكلش مثلا وانا كنهضر في شي موضوع اللي شويه ما كيخلينيش نركز اش غناكل، ما ناكلش التلفازه قدامي شاعله، بزاف ديال الحوايج. نتجنب بحال دابا الفواكه، حنا اما كتاخد عصير بحال دابا في الفطور كاين اللي كيحط العصير، ولا الايام العاديه كتحط داك الفواكه من بعد الماكله خصها، لا اما ساعه قبل اما ساعتين من بعد. هادو راه سي دي باز في رمضان ولا خارج رمضان خصنا نبقاو بهم. فهمتي؟ دونك هادو احنا بالنسبه لنا راه سي دلاكي. عاد باش غنرجعوا الطابله والكرسي ديك الجلسه ديال السداري مقسوم على جوج مخدم عليها. لا الا درتي المخده راه مزيان، مزيانه. الا درتي المخده على رجليك راك تعليتي، باش معدتك ما تقسمهاش على جوج، باسكو ملي كتحنى بحال هكا راه كتعذب. لا كان كيدير المخده في الكرش يعني، كتحنى لا هو كيحطها فوق رجليه باش كيحط يده، يعني كتجي بحال جالس فوق الطابله والكرسي. بالعكس حنا الا كان السداري والطابله كنصحوا بديك الخديه فوق رجلين، يعني حتى الجلسه حتى المضغه حتى كل شيء علاقه بالجهاز الهضمي، كل شيء خصنا نردوا له البال، ماشي غير في رمضان. دابا كاين لي غيغل القواعد اللي خصنا نطبقوهم دائما، وعاد باش كاين الخاصيات ديال رمضان هذوك بوحدهم. واخا في الخاصية رمضان كاين اللي كيدير هذه الفكره ديال كنهيئ المعده ديالي، ولاحظتها صراحه ولات منتشره كثير، تبعوا عند بزاف الاختصاصيين ولا شاهدوا بعض الفيديوهات كتهضر على هذه الفكره ديال اجل نفرق الصوم ديالي بشويه الماء وشويه تميره، نمشي نصلي ومن بعد نرجع. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، باش كنفيق معدتي ونهيئها وكتخلى ديك العصا تقول الماكله غتجي من بعد، كتكون ديك لاسيديتي الاولى. اول حاجه خفتك التميره كتاخذ دوك الفيتامينات اللي محتاجين، السكر مغنيزيوم داكشي كتلقاهم موجودين في دوك التميرات. ثانيا داك الماء اش كيدير لك؟ كي هذاك لاسيد اللي كيكون مجموع في المعده ولا غيحبسني، ملي كنشرب داك الماء وكنمشي ناخذ ديك ربع ساعه ولا 10 دقائق باش نصلي، كندفع ديك لاسيد ديالي، يعني بحال قلتي كتخوي المعده ديالك. لان تخيل دابا النهار كله انت صايم بحال هزيت شي جبانيه وفيها لاسيد، وغنجي نلوح فوق منها هذه التمره هذه شباكيه هذه بريوه فهمتي، وغادي نرمي فوق داك لاسيد، اذا كي غتكون العمليه الهضم تشبيه خطير هذاك. انا دائما كنديرها بحال هكا. علاش؟ باش كنبين لك اش واقع لداخل، شحال من واحد ما كيقدرش في الدماغ ديالو ولا في الخيال ديالو يتخيل اش واقع. اذا خصني ضروري داك 10 دقائق ربع ساعه الاولى باش على الاقل ديك لاسيد اللي عندي في المعده ديالي يكون خفاف، وكنمشي وكتهيئها بشويه 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 باش كتوجدها على عمليه الهضم. ديك اللهفه ديال انا راه فيها الجوع كناكل كلشي، هذا هو ديك اللهفه. وسيرتو كاين اللي كيهز كاس د الماء كبير وكيصيفطو في دقه واحده، اذا راه كثرتي هي ديجا لاسيد وتزيد الماء كثير بزاف بزاف. طيب دكتور كذلك شي حويجات ما هضرناش عليهم، كلشي تكلمنا عليه بحالاش شي زعما بالنسبه لي انا ما عرفتش كافي. طيب انا كنحييك الموضوع طويل بزاف صراحه مهم، ولكن خليتي غير بهذه البركه شويه اللهم تكلمنا على الجهاز الهضمي مسكين اش كنديروا فيه في هذا الشهر الفضيل. ودائما استشاره ياك دكتور، استشاره ثم استشاره، الا كانوا علامات ما صبروش، الا كان تكرار، الا كان تكرار ديال الاعراض يوميا من الاحسن استشاره مع الطبيب. صح كاين اللي عايش بهذا ديال الهضم ديال
الحرقه ديال تيقول لك رمضان تيدوز رمضان وحال الله. ايوا دابا رحت الناس كيقول لك وانا عندي فم المعده واسع بعدا ديجا فم المعده واسع كتقال بزاف هي رخصه التشخيص ديالو يقصد ديال المنظار وتثبت بان كاينين بيانز ديال الكارديا. علاش؟ لان ما يمكنش انا نعيش بها اما كرهت فيها جوج حالات اما ديال نعيش بالدواء الا كانت الدرجه ديالها خفيفه ولا بعد خطره كنوصل حتى للجراحه. علاش انا نعيش بها حياتي صح كلها. صح طيب دكتور الله يجازيك بالخير شكرا على حضورك نورتينا وشرفتينا في هذه الايام مباركه العواشر ان شاء الله بثبوت الاجر يا ربي لينا كاملين. كان حاضر معنا الدكتور عبد العزيز زيان اختصاصي في امراض الجهاز الهضمي شرفنا في حلقتنا ديال اليوم. نتمنى تكون استفاده عامه والله يشافي كل مريض يا رب. فقرتنا اكيد ما زالت مستمره.